الصحفيون يقفون إلى جانب العسكر ضد حملة الاغتيالات التي تستهدفهم، رسالة في حد ذاتها تكشف عجزا حكوميا وأمنيا للحد من تلك الاغتيالات، معلنين إشهار حملة معا نناصر الجيش والأمن بهدف حشد الدعم وخلق رأي في مواجهة الاعتداءات التي تطال الجيش. المبادرة تهدف إلى حشد الدعم وخلق الرأي العام لمساندة الجيش في مواجهة الاعتداءات التي تطال أفراده، ويذهب منهم المئات من الشهداء، وسوف تتبنى بحسب لجنتها التحضيرية تنظيم عدد من الفعاليات المختلفة لدعم الجيش والأمن، وبدايتها بتنظيم مسيرة للإعلاميين ومن تضامن معهم من منظمات وأحزاب سياسية نهاية إبريل الجاري دعما للأمن والجيش. ليس من المنطق ولا من المقبول أن يتم استهداف الجنود بنفس الطريقة وبنفس العدوات وبنفس الحادثة وبنفس المواقع لأكثر من عامين دون أن تتخذ القيادة العسكرية والأمنية أي إجراءات، احترازية احتياطية لتأمين أفراد الجيش والأمن. الإعلاميون حملوا الحكومة وفي مقدمتها وزارة الدفاع والداخلية مسؤولية ما يحدث للجيش، مبدين تعجبهم من الهيكلة التي تجري والتي لا يشاهد منها سوى دماء أبرياء تزهق، مشيرين إلى أن ما يحدث هو هتك لهيبة الدولة كون العمليات التي تنفذ ممنهجة، ويجب على الدولة ألا تدخل في مفاوضات مع الجماعات المسلحة بل استخدام سلطتها وهيبتها أمام هؤلاء الإرهابيين. يعني 20 شخص يقتلوا في حضرموت، بعضهم نائمين وبعضهم صاحين، وقائد النقطة مش موجود في البيت مخبأ أو هارب أو مش عارف أنا إيش اللي ما هو وضعه. في المقابل أيضا أطقم تسحب، يعني ووزارة أو رئاسة الجمهورية ترسل من كبار ضباط وزارة الدفاع لتفاوض القتلة، لتفاوض الخاطفي هؤلاء الجنود أن تسلمهم. صح، لا نريد الدولة أن تدخل في مواجهات مع أي جماعة من جماعات العنف والجماعات المسلحة. الحملة قالت أنها بصدد إصدار بيان لها تحمل الحكومة مسؤولياتها واتخاذ التدابير لحماية الجنود وتحسين وضعهم المعيشي وإكمال هيكلة الجيش وفق معايير وطنية. نطالب قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية ورئيس الجمهورية تحمل مسؤوليتهم الوطنية باتخاذ التدابير والإجراءات الاحتياطية اللازمة لحماية الجنود وتحسين مستوى معيشتهم ورعاية أسر الشهداء ومعالجة المصابين وتحسين مستوى معيشة أفراد الجيش والأمن وسرعة استكمال عملية الهيكلة على أسس ومعايير وطنية وبعيدا عن التوصيفات والولاءات، وبحيث يكون ولاء هذه المؤسسة الوطنية للوطن فقط. العام الماضي اعتبر أسوأ الأعوام وأشهدها ضراوة على القوات المسلحة وأجهزة الأمن التي تعرضت لنحو 175 اعتداء مسلحا على مدى العام، وأسفرت عن مقتل وجرح قرابة 600 من ضباط وصف أفراد الجيش والأمن.